شايف المؤتمر النهارده ايه اهميته وكمان اهميه التعاون ما بين مصر والجانب الاوروبي؟ لا طبعا المؤتمر هو مؤتمر مهم. التعاون ما بين اوروبا ومصر تعاون قديم واستراتيجي في المرحله القادمه. انت عارفه مصر موقعها الجغرافي بيديها اهميه استراتيجيه، واحنا شركه من الشركات المهتميه جدا بشغل احنا اوريدي بنشتغل في موضوع الرينيوبل والجرين هيدروجين، وموقع مصر الاقليمي كهب للهيدروجين مهم جدا لاوروبا. انت عارفه طبعا ان اوروبا مصادر الطبيعيه فيها مش بنفس الكفاءه الموجوده عندنا في الميدل ايست، فمصر تعتبر مصدر مهم جدا لاوروبا لمصادر للجرين هيدروجين او الجرين امونيا اللي هي بتبقى ناتجه عن الجرين هيدروجين. احنا اهميه ان الرئيس السيسي يحضر بنفسه ورئيسه المفوضيه الاوروبيه يحضروا بنفسهم، ده اكيد ليه دلاله كبيره، فايه هي؟ ده بيدي جديه الاهتمام الطرفين ان هو تعاون مبني على اساس ان التعاون يتنفذ. اوكي، احنا المؤتمر احنا على اتصال مع السفاره المصريه بره في بلجيكا اللي هي مسؤوله عن التعاون مع الـ مع الـ مع الـ مع الاتحاد الاوروبي، واحنا عندنا فكره ان المؤتمر ده بيترتب له من فتره طويله. المؤتمر مهتم بالطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، شايف إن مصر فعلاً بدأت تاخد خطوات فعلية في إن هي تستخدم الطاقة دي؟ مصر طبعاً واحدة من الدول المحورية في 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 جدية التعامل بالطاقة الجديدة. المشاريع اللي مطروحة والشغل اللي محطوط علشان مشاريع الطاقة المتجددة يدي بوتنشال، لأن مصر إن شاء الله في الظرف 5 سنين 10 سنين هتكون واحدة من المصدرين الأساسيين للدول اللي حواليها والأوروبا. الحقيقة إحنا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي أولا تعاون ممتد من فترة طويلة جدا، تقريبا من حوالي 2007 واحنا كنا موقعين معهم مذكرة الشراكة الاستراتيجية. النهارده المؤتمر ده بيهدف الى ترفيع العلاقة ان تكون مصر شريك استراتيجي للاتحاد الاوروبي. الحقيقة انا حابب ان انا اتكلم على قطاع الكهرباء تحديدا. احنا الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية عموما كانت ليها مشاركة إيجابية كبيرة جدا في مشروعات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشروعات كتير جدا تم تنفيذها بالتعاون مع الدنمارك وألمانيا، وكان في تمويل من مفاوضية الاتحاد الأوروبي. أنا شايف إن المؤتمر ده هيكون له عوائد كبيرة جدا على قطاع الكهرباء، أهمها طبعا في مجالات محددة، أهمها الربط الكهربي مع أوروبا ومن خلال اليونان ومن خلال إيطاليا، وهيكون في تمويل من مفاوضية الاتحاد الأوروبي إن شاء الله لدعم هذا المشروع. ايضا الهيدروجين الاخضر احد المجالات الواعده، وخاصه الاتحاد الاوروبي بيستهدف ان هو يستورد حوالي 10 مليون طن هيدروجين اخضر من الاسواق المجاوره. مصر احد هذه الاسواق الواعده اللي ممكن تكون مصدر رئيسي للهيدروجين الاخضر لاوروبا، بالاضافه طبعا الى ان احنا بنستهدف كمان ان احنا من خلال اتفاقيه السيبام اللي هي بتكون النهارده داعم لكل المنتجات المصريه انها تدخل سوق الاتحاد الاوروبي بعد ما تكون بتستخدم الطاقه الخضراء. اذا هذا المؤتمر بالتاكيد هيكون ليه نتائج ايجابيه جدا على مصر، بالذات النهارده كان في توقيع مذكره تفاهم للحصول مصر على حوالي 1 مليار يورو كدعم موازنه لمصر من خلال الاتحاد الاوروبي، وقطاع الكهرباء مشارك احد القطاعات اللي احنا هنحقق مستهدفات لتحقيق هذا المؤتمر. أهمية إن الرئيس يحضر بنفسه ورئيسة المفوضية الأوروبية يحضروا بنفسهم المؤتمر ده بيدل على إيه؟ بالتأكيد طبعًا حضور مستوى على مستوى السيد الرئيس ومفوضة الاتحاد الأوروبي بنفسهم، ده بيدي رسالة قوية جدًا لمدى الجدية لدى الجانبين لترفيع العلاقات.
بتدي كمان رساله لكل المستثمرين القطاع الخاص والحكوميين، اللي هو احنا على اساس ان احنا يبقى دي مظله للنقاش والتعاون وحل كل المشكلات. بالتاكيد حضور هذا المستوى السيد الرئيس بالتاكيد هيكون له يعني نتائج ايجابيه جدا على الأرض. اهميه توقيع مذكرات التعاون في مجالات مختلفه وهيعود على ايه بالاخص في الاقتصاد؟ النهارده زي ما شفنا كان في توقيع عدد من مذكرات التفاهم، ولسه هيكون في توقيع عدد مذكرات تفاهم اخرى في المجالات بقى القطاعيه زي قطاع الهيدروجين الاخضر وخلافه. لكن بالتاكيد توقيع مذكره التفاهم اللي تم توقيعها النهارده بتنقل العلاقات ما بين مصر والاتحاد الاوروبي الى مرحله جديده جدا، مرحله ترفيع العلاقات، ان مصر تكون الشريك استراتيجي. ده هيدي مصر مميزات كبيره جدا وادفانتجز تخلي مصر يعني بتحصل على اهميه خاصه من الاتحاد الاوروبي، سواء في مجال الحصول على تمويلات او في مجال دعم سياسي او دعم اقتصادي.